مرحبا بكم في فيديو جديد. كما تشوفوا قدامي سيتان هوب اي اس بي او بيان اي اس بي هوب. الفيديو هذا مش نعمل مراجعه لل اي اس بي هوب من شركه هاما سيتين سوسيتي المون. ان شاء الله في الفيديو هذا مش نتستيوها افيك ان ديسكدير اكسترن، مش نقيس الطون دي ترانسميسيون تاع الدوني، مش نجربوا مع ان فلاش ديسك، تشوفوا زاد نقيسوا الطون دي ترانسميسيون دي دوني ومع ان باور بانك. دونك راك تعرفوا صحيح الاي اس بي هوب كوتي ديزاين على محلاه طيارة. حاجة أخرى اللي فيه هذا كلاحظتو سي با تري لون اي سي تان افونتاج، علاه؟ خاطر puisqu'il est court donc le temps de transmission de données est أقل، وهذه من les avantages نتاع USB hub من société Hama société allemande. كما قلنا juste une petite présentation كما تشوفوا لحظة في الكتابة هكا عندنا made in Germany، فوالا الكود بار نتاعها. دونك ال USB hub هذا يخدم على الويندوز 10 الويت والسيفن والفيستا والاكس بي والماكنتوش. دونك نحيو البلاج فوالا. طلعوا من البلاج On va faire les tests. Voilà, on a choisi. Là, c'est le USB. Mais il y a un barche à côté design. حاجة أخرى كان لاحظتوا كيف تلقى الـ USB بهكا، ما أكل لي كونتاكت مثلا تلقاه يعطيك ديسك ديز اكستريميتي هكا. الموديل هذاك ما تلقاوش طيارة برشا، معناها بالاستعمال في سما يعمل موفي كونتاكت يولي الخيوط نتاع في سما يتنحى. دونك كانت بون ايدي. باش نستعمل بلي تيست ان ديسك دي اكسترن كما تشوفو، نستعمل ان باور بانك ان فلاش ديسك. Voilà. Donc, on commence par le power bank. On chauffe aussi, il peut charger le power bank ou elle l'air. Donc, قبل ما نبداو في تيست الساعة، أول حاجة، سي ماكش ابوني في الشين تنساش تعمل سبسكرايب باش يوصلك لي نوتيفيكاسيون جداد على أي فيديو، وتزيد تشجعني أكثر إن شاء الله باش نكمل في فيديوهات أخرين. وعندنا باش فيسبوك غسان سوسي، اذا عندك بروبوزيسيون ولا اشكاليه ولا سوجي تحب نعمل عليه فيديو ابعثوا لي في مساج ولا في كومنتير تحت فيديو، ان شاء الله في اقرب وقت نشوفك عليه. اوريليان با مش نكابليو اس بي نجمو بعض كبير باش نحطو هنا مش مشكل. باه هذا يو اس بي واحد، نديرو بار او ان باور بانك من بلاش. شوفوا اسكو يشارجي ان باور بانك ولا لا. نبدا دونك بالنسبة للباور بانك سي اكسبتي كما تشوفوا ماهوش يقرا سيبوزون، خاطر علاش فما برشا دي زي اس بي يقرا لك البريفيريك اي بريفيريك اس بي حتى من تليفون باغ اكزومبل تلقى فيه كارت ميموار يقرا
يتلقاها معناها يوريك كيفاش قاعد يشارجي في الباتريه، لكن مثلا كي تولي انت حاط كارت ميموار في البورتابل هذاك ما يقرالكش الدنيا نتاع كارت ميموار هاك. علاش دونك يلزمنا نفرقوا ونركزوا؟ فما هي بي اس بي يقرا الدوني نتاع الكارت ميموار تاع التليفون، دونك يقرا لي دوني اداه وكل شيء. فما اي اس بي لا جوست برانش يعطي لاليمونتاسيون، دونك فو فيغ اتونسيون. يمكن قاعدين فما دي مارك يقلدوا في لي اس اس بي هي باه. نتعدى دونك ولا بالنسبه لهذا سا فونكسيون. نمشيو توا لل كوبيو باش نستعملو ان فلاش ديسك، ومش نقيسو الطون دي ترانسميسيون دي دوني. صحيح كوتي ديزاين نوزرولو، مي اهم حاجة في البور اس بي الطون دي ترانسميسيون دي دوني. بس عليك زادا عندك مثلا دي جيجا مش تبعثهم اترافير مش تبعث في الديسك دير، والا مش تصب في البي سي متاعك. كيف تستعمل البور اس بي ولي الطون دي الفيتاس متاع ترانسميسيون دي دوني يتيح برشا، دونك ما عملنا شي هيك. لا مش باش نحافظوا على مصداقيه الفيديو، مانيش باش نقص وكان عامل كوبي او كا، مش خليكم ديريكت في الفيديو من غير ما نعمل بوز باش نحافظ على مصداقيه نتاع الفيديو. هذا الفلاش نتاعنا ولا اوكا في البي سي كما تشوفوا. باهي دونك سي با لا بين، حنا مش حلو، حنا مش نبعثو في دي دوني، نخليو هناك. باهي عندنا ان بروغرام كما تشوفوا، التايم تاعو 700 كما تشوفوا 713 ميجا. مش نبعثوه الفلاش ديسك موفيبل ونشوفو الطون دي ترانسميسيون لي دوني، بويسك يعني فوالا وصل 16 ميجا يبدا يطلع، خاطر عم يعمل في الإكرازمون دو فيشي. فوالا الطون دي ترانسميسيون 15، ما بين 15 16 ميجا بار سيكوند، سي إكسيلون. باه توا جست نريتي جا توا كم تشوفو واصل 45% طيارة برشا طون دي ترانسميسيون. دونك نعملو بوز باش نطولش عليكم فيديو، جست نقصو عليه. باه وتوا باش نتستيو بار لو ديسك دير اكسترن. هذا ديسك دير هكا فوالا. هذا تسكير كستان دونك زال جست ان بي دي تون مش يقرا تسكير باسكو ان في لي انستالاسيون دي بريفيريك. فوالا ياخد شوية وقت، أول مرة نمشي تكونكتي اداتا. بالنسبه للسيت اوفيسيال دو هاما هذا تنادى تو نخليكم ليا نتاعو باش كون تمشيو تاكسيديو ليه، تلقاو فيه بليزيور برودوي انفورماتيك. سيتي ان سوسيتي المون عند بوكو دو فيليير، تكسبورتي العالم الكل. معناها تنجمو تدخلو للسيت ويب نتاعها www.hama.com. إذا تحب على أي بريفيريك انفورماتيك تنجم تدخل للسيت تاعها وتلوج جست تابي نون. إذا حاجتك باغ اكزومبل كاسك سوري كلافي نامبورتي كال بريفيريك، جست تابي عندك كاس دو ريشيرش تابي البرودوي نتاعك وتشوفو وتكونسلتي وتنجم تاخذو اترافير الانترنت. فوالا دونك نتصور نرجعو للتسكير نتاعنا او نقراو لا داتا سافا
Donc il va tester une autre fois par le même programme. On va et on va l'envoyer à date. On prend sur le temps de transmission de données. Je me rappelle qu'on va être mangé maintenant le programme, soit fait flash, soit fait dissoudre. Donc, finalement, الفرازيل ولا اه شنو اللي ونعمل باش نعرفو التايب تاعها نسميوه فور اكزامبل بروغرام 2 اون ريبيت تو باش نمشيو نشوفو شوفو سون دي سيت 20 21 20 12 16 14 20 comme je vous dis, la vitesse entre 18 ou 20 mégas par seconde. C'est très très excellent. Vraiment, côté matériel de transmission, 20 mégas par seconde, vitesse de transmission des données, je crois que c'est très bien. Je vous dis, presque 1 giga, ça y est. Voilà 100%. On a presque 1 giga à amener في 10 secondes, 15 secondes. C'est le port USB hub de la société. Comme je vous disais, on a fait un test, une review prochaine, testé par 3 éléments. C'est le temps de transmission. Donc, on a fait une idée. وقربت لك إذا تحب على USB هيب تلقى إن شاء الله ليام تاع السوسيتي نجم كونسلتيها بور لاشيتي. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل جيم الفيديو، تعمل له بارتاج باش تتفادى معك صحابك، وإذا ماكش أبوني في الشتان شنو ما تنساش تعمل تكليك على البوتون سبسكرايب، وإن شاء الله نتقابلوا على بروشين فوق.